اولا ملف ديال حنان مهم في حد ذاته، لانه الدوله عبرت عن رغبتها في حمايه المراه ومواجهه جميع اشكال العنف ضد المراه، بكل حال جميع اشكال العنف. وده العنف كي باش الدوله تفيق كخص المراه تبلع تحت القرعي ديال الزاج في كرشها وحشو عليها حديده. بون، على كل حال حنا ملي كنقولوا جميع اشكال العنف كنقولوا حتى الشوفه الخايبه في المراه، حتى تغوت على المراه، حتى الطرشه. ني المشكله ماشي هي هذيك، المشكله حنا هاد الفوضى كلها اللي نغوضنا على حنان، شنو كان القصد ديالها؟ القصد ديالها هو تعميق البحث فيما جرى، لانه انا عندي هنا واحد المحضار ديال حالة تلبس مصوبو السي ابراهيم بياض ضابط الشرطة الممتاز العامي بدائرة المحيط. دائرة المحيط هاد السيدة هادي ملي صابوها عريانة في الباب ديال الشقيق ديال المتهم اللي تحكم دابا بالإعدام، الملف أحيل على الضابطة المسؤولة على دائرة الأمن، الكوميسارية ديال الحي. كنحيلوا ليا الشكايات ديال التصميم ديال مرتبطة بنشر التصميم في الحائط، الدراري كيدابزوا مع بعضياتهم، كيمشيو ياخذوا منا الشهاده الاقامه. وهادشي فوقاش هادشي في شهر يونيو، فوقاش تحل الدوسي الى المجموعه الخامسه للبحث بالمصلحه الولائيه للشرطه القضائيه. شهر يوليوز هاد السيد ماشي غير الدائرة ديال الأمن ديال المحيط هي اللي بتتت في القضية، البحث ديالها أدى أنه الوكيل العام ديال الرباط أسيدي صيفط الملف للدائرة المحكمة الابتدائية، الملف ديال الشرطة ديال الدائرة ديال المحيط صيفطها للمحكمة الابتدائية، والمحكمة الابتدائية بالرباط عطاتو 6 شهور ديال الحبس. فوقاش من بعد التاريخ اللي كنقول لكم انا، فوقاش تحل من الشرطة الولائية ديال 24 يوليوز، شهر وزيادة، شهر والتحريشة. علاش؟ حنا كنا كنظنوا بانه هالفوضى اللي تناضت على حنان في المواقع الاجتماعيه في البلاتفورم في المنصات العلاقات الاجتماعيه او التواصل الاجتماعي كانت ستؤدي المعرفه. علاش النيابه العامه في الاول صيفطت الملف لاروندسمون المقاطعه ديال البوليس؟ علاش هاد السيده دا حكموا عليه ب6 شهور ديال الحبس؟ وتصوروا شنو الفرق؟ الفرق هو الفيديو اللي تنشر، فيديو اللي تنشر حنان كتعذب، الوحشيه ديال التصرف ديال الرجل ازاء المراه. فين هنا كاينه شي بدايه ديال محاوله حمايه المراه من جميع اشكال العنف؟ هنا كاين العكس، لأن لو كانت فعلا السياسة الرسمية ترمي إلى حماية المرأة من جميع أشكال العنف كانوا يبحثوا مع الوكيل العام على صيفط الملف الابتدائية، على تحكم 6 شهور، على تغبرت القضية، واش المرأة ماتت ودفنات وسالينا؟ لولا الفيديو ما كناش نعرفوا شنو وقع.
شكون اللي امر باش تمار هذا الملف هذا؟ اش من بحث قامت مع الشرطه القضائيه؟ واش حنا في المغرب ان نزيدوا الامن بواحد الحموشي اللي البوليس ديالو غدير البحث وتصيفط واحد السيد محكمه ابتدائيه بالسور ديال الحبس ام اللي تنوض الزازا وتعود البحث نمشيو للاعدام؟ هادو ما البوليس ديالك الساعه بالطيف تاني ما عرفتش كتحسب في مخك وبغيتي الامن يتمشى في البلاد معاك انت؟ ما كاينش الامن، مستحيل نوصلوا للسكينه والطمانينه. فين كانت سعد النبوي دنيا ولا عما كتصرف بهذه الكيفيه هادي؟ اوامر بدون اوامر. افسروا لينا، هذا هو البحث اللي بغينا حنا. بدا في الفيديو عطيت السيد الاعدام او السجن المؤبد ومن بعد اشكاليه ماشي تماك، اشكاليه السيده دي صابوها الزبطه في الباب ديال الدار، الدم كيسل منها، عيطوا للامبيلونس، خادوا المراه داوها ليزورجونس المستعجلات ديال ابن سينا. الاشكاليه شكون اللي امر المسطره تحل على الدائره ديال المحيط؟ شكون اللي امر ان الملف يدوز للمحكمه الابتدائيه ماشي للجنايات؟ اما من بعد تحت الضغط ديال الحقيقه تقوم من جديد النيابه العامه وتفتح تحقيق جديد وتحيلو على التحقيق ووصل الحكم اللي صدر البارح. الاشكاليه هي هنا ماشي شنو وقع حنان، الاشكاليه هي هادي. واش حنان مثال وحيد او مثال ما بين الامثله العديده نظرا لعدم مهنيه الشرطه الحاليه تحت الاشراف والمراقبه والمسؤوليه ديال واحد السيد اللي خصو يخدم استقالته؟ حال النيابه العامه في المستوى ديال الحمايه ديال المجتمع المغربي؟ هادو هما الاسئله اللي خصنا نطرحو. ما عندنا الحق في الاعدام، ما عندناش الحق في الاعدام، ما عندناش الحق في الاعدام، ومن بعد حيدر دير له السجن المؤبد، هذه سالينها. واش غتفهموا ما معنى انه حنان الناس اللي تسببوا له في المصيبه هذه ما كانوش غادي يتحاكموا، واللي قتلها كان غادي يمشي بالشهور ديال الحبس. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.